بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الأسيتس اللي هي البيز بتاع الجريد على الجزء اليمين او العمود اليمين. يا جماعه، الحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن ان احنا عايزين نحط شويه جريد برضو، لكن اكشولي على العمود اللي على الشمال. والتخطيط بتاعنا يا جماعه هيكون عباره عن كده. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحط ثلاث اسيتس يا جماعه في الاول. يعني انا هحط ثلاث اسيتس، الثلاث اسيتس دولت على يمين كل فقره من الفقرات بتاعت العمود اللي على الشمال. انا عندي في العمود اللي على الشمال ثلاث فقرات، كل فقره هحط جنب منها اسيت. وانا متفق معاكم ان الاسيت اللي هنحطها كلها هتكون عباره عن صور اكشن. انت ممكن بعدين تحط فيها اي حاجه تاني، مش شرط انها تكون صور، بس احنا هنجرب على الصور. واللي هيطبق على الصور هيطبق على اي اسيت تاني مع اختلاف الخصائص. وفي كل الاحوال ايا كان نوع الاسيتس اللي حضرتك هتطبقها، ممكن تحولها في كل الاحوال هتحولها لبلوك، من ديسبلاي بلوك، علشان تعرف تعمل كنترول على البوكس بتاعها وابعادها. مقاسات الاسيتس يا جماعه تكون عباره عن 128 بكسل لكل كل واحدة. الشاهد اني بحاول استخدم يا جماعه اكبر نسبه من الارقام اللي عشان تبقى فاميليار معانا. الارقام ديت المفروض انها تكون تقبل القسمة على البيز جريد بتاعي على ال 16. ال 128 تقبل القسمة على ال 16، فايش قسمه ال 128 على ال 16؟ هيديني 8 بكسل. تمام، الاسيتس اللي احنا استخدمها يا جماعه 128، انا هي كانت عباره عن صوره للشعار بتاع الفيسبوك. خلونا نروح على البروبرتيز بتاعتها. كليك يمين، طيب كليك يمين او الت انتر. في الديتيلز بتاعتي هي ماشيه 128 في 128، الدايمنشنز بتاعتها 128 في 128. يبقى انا كده انا مش محتاج اني اعمل كنترول او امنتج عليها ببرامج اديتور زي الفوتوشوب او اي حاجه ثانيه. انا نستخدمها زي ما هي، لان كده كده انا معايا الوحده بتاعتي برده كانت 128 في 128. فالاسيت ديت كلها سوليد، يعني ما فيهاش فراغات، يعني الاسطمبه كلها مليانه، فهتتحط زي ما هي كده، مفيش فراغات حوالين منها. ده اللي هيخليني بعدين اني اعمل بوش للنص اللي هيعمل رابنج حوالين منها بالبادنج والمارجن. طيب انا نروح على ملف ال HTML يا جماعه، وهروح على الليفت كولوم العمود اللي على الشمال، وهنزل تحت ال H3 واروح ادرج وسم ايمج يا جماعه. واكشولي انا بصراحه مش هتعب نفسي اني هاخد الوسم اللي انا كنت دي شيفت انت، هاخده بكوبي، انسخه من الوسم اللي فوق وابتدي السجه هنا، وهمنتج هبتدي اعمل كنترول عليه اغير فيه. في الاول انا رفعت اوريدي الصوره بتاعي على ايميجر علشان تكون الصوره اونلاين، واحنا نشوف سرعه البراوزر في ان هو يعمل لها داونلود او ان هو يحملها. فانا هاخد الدايركت لينك بتاعي بكنترول سي وارجع للاديتور و السج السورس، وديت انا هنسميها المفروض يكون الالت ليدي. لا انا هقول له ايكون ايمج، وايكون ايمج ده يا جماعه هيكون اسم الكلاس بتاعها، ادي كنترول سي. وانا مش محتاج اني ادرج ويتس فيها، لاني يعني انا مش محتاج اقول له ان عايز ويتس فيها، لان هي كده كده المفروض الويتس لو اخذ القيمه اوتو هي 128 في 120، فانا مش عايز ويتس فيها يا جماعه. اكشن انا عايز احط اللي الكلاس بتاعها ايكون ايمج. تمام كده، جميل. انا حطيت الصوره بتاعي وانا عايز، خليني اعمل كنترول اس كده واروح على البراوزر واعمل ريفرش للصفحه، هلاقي ان الصوره بتاعي اهي، وده اللي انا كنت بقوله بانها سوليد، يعني مفيش ال 128 كلها مصمطه، مفيش فراغات، مفيش لون، مفيش فراغات حوالين منها. طيب خلونا بقى نكررها ثلاث مرات يا جماعه، كنترول ان شيفت كنترول سي، هنكررها ثلاث مرات، كل مره تحت تحت كل اتش 3. تمام، تحت كل اتش 3 هنبتدي ندرج واحدة عشان يبقى معايا الحصيلة بتاعي ثلاث صور، كل صورة تحت كل واحدة منهم. تمام، جميل. انا جاهز كده ان شاء الله باذن الله نستايل ملف نستايل الكلاس اللي اسمه ايكون ايمج ده. وانا نروح على الليفت كولومن يا جماعة، وجوه الليفت كولومن هبتدي ادرج الكلاس اللي اسمه ايكون ايمج، وهنشتغل بقى. اول حاجة راح نعملها كالعادة من ديسبلاي علشان تكون يا جماعه بلوك.
انا عارفين ان الصور ان لاين. تمام، ديسبلاي بلوك بعد منها ابتدي اقول له فلوت. يمكن اكون انا استخدمت الفلوت في ملف الالستريتور، هنا انا استخدمت الفلوت في القصه دي خليتها فلوت ليفت، فانا هستخدم المره دي الفلوت رايت عشان نحاول نغطي اكبر كميه من الاحداثيات اللي احنا ممكن نشوفها. تمام، وهستخدم مارجن. وفي المارجن يا جماعه انا نقول له مارجن بتاعي هيكون عباره عن 1 دي ام من فوق ومن تحت، يعني المسافه ما بين الهيدر وما بين النص اللي تحت منها 1 دي ام. اوتو ديت عشان تتحط في نص المسافه اللي هي محطوطه فيها. طب هي مش هتبان دلوقتي لان الصوره واخده المساحه كلها، الصوره كلها مصمطه، لكن انا عايز اوسطنها في نص المساحه اللي هي واخده فلوت عليها. تمام، وبعدين هروح ادي لها بادنج، ده اللي انا كنت اقوله يا جماعه. بادنج من فين؟ بادنج حوالين من النص بتاعي. او طيب خليني اقول اني انا مش هدي لها يعني ايه، ماشي انا هوقف البادنج عشان مش هدي لها البادنج دلوقتي، وخلينا نروح نشوف ريفرش كده للصور بتاعي. اهو يا جماعه هي واخده مارجن من تحت، ده اللي انا كنت بقوله من شويه انه واخد مارجن 1 دي ام من فوق ومن تحت. تمام، فهي كده اخدت مارجن من فوق ومن تحت، ده غير المارجن اللي هو واخده البي نفسه، غير المارجن اللي هو واخده، ها غير المارجن اللي هو واخده العنوان ده. طيب اوكي، باجي معايا القصه بتاع اني اعمل لها بوش على الناحيه اللي على اليمين، فديت عايزه مينها اكزاكتلي؟ عايزه بادنج للناحيه اللي على الشمال، ده اللي انا كنت بقوله من شويه يا جماعه. فانا اروح ادي لها بادنج ليفت، وتاخد كام؟ انا ندي لها 1 اي ام على زي ما انا شغال على الوحده بتاعي، وابتدي اعمل ريفرش. كده اخدت بادنج واحد. الشاهد ان انا بدي لها بادنج بوتوم ليه؟ علشان اعمل اسبقيه ان النص يبقى اعلى منها بشويه، فانه هو يجرى النص بعدين يشوف الصوره. ده بالنسبه ليه؟ الامر ده. تمام اوكي. النقطة الثانية يا جماعة، في ملف الالستريتور انا عايز ادرج برضو اثنين اسيتس، الاثنين اسيتس دولت هيبقوا سايد باي سايد جنب بعض في العمود ده. تمام يا جماعة اوكي، الاثنين اسيتس دولت بالله يا جماعة عايزين حبة تركيز. انا نحاول نرسم السيناريو قبل ما نكتب الكود. بصوا السيناريو، العرض الكلي للعمود يا جماعة كان كام؟ العرض الكلي للعمود كان عبارة عن 352، ده طبعا العرض الصافي اللي هو بره البادنج. العرض الصافي 352 بره البادنج ال 32 واللي هي كانت عبارة عن 16 و32، لا العرض الصافي بتاع العمود الاخضر ده 352 بكسل. اوكي انا عندي يا جماعه كام؟ عندي اثنين اسيتس، الاثنين اسيتس دولت عرض الواحد فيهم كام؟ 144 بكسل. يبقى مجموع العرضين كام؟ 144 زائد 144 يديني 288 بكسل. ال 288 بكسل ديت لما اطرحها من العرض العام اللي هو 352 يديني كام؟ يتبقى معايا 64 بكسل. ال 64 بكسل ديت يا جماعه انا هاخد منها 16 بكسل فرق ما بين، ها هاخد منها 16 بكسل مارجن ما بين كل عمود والتاني، اللي هي المسافه اللي هتفصل ما بين الاثنين اسيتس دولت. ال 16 بكسل مارجن دولت يا جماعه هعمل فيها ايه؟ هدي للاسيت ده نص ال 16 على الناحيه اللي على الشمال عشان يبقى نصه اي ام، وادي لدات مارجن نص ال 16 نص اي ام على الناحيه اللي على اليمين، كده يتبقى معايا نص اي ام ونص اي ام، يبقى معايا يعملوا لي كام؟ يعملوا لي 1 اي ام، وده عباره عن المارجن ما بين الاثنين. طيب جميل خالص، انا كده اخدت من ال 64 بكسل كام؟ اخدت من ال 64 بكسل 16 بكسل، نص ونص. تمام، يتبقى معايا كام منها؟ يتبقى معايا 64 ناقص 16 يتبقى 48 بكسل. 48 بكسل ديت اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن 16 في 3، يعني انا معايا 16 في 3، يعني كام اي ام يا جماعه؟ يعني 1.5 اي ام، يعني عباره عن 3 اي امات. تمام، 3 اي امات يعني 3 اي ام اللي هي 16 في 3 يعني. طيب انا عايز اوزع ال 3 اي ام ديت اللي هي 48 ديت بادنج على الاثنين اسيتس دولت، فهنعمل ايه؟ هدي بادنج رايت لده، ها بادنج رايت لده ب 1 دي ام، ده يدخل كده 1 دي ام. تمام، وبادنج ليفت للكونتنت بتاعه، يعني ده هيتزج المحتوى بتاعه جوه 1 اي ام، والكونتنت بتاعه نص اي ام. ليه نص اي ام؟ لان هو واخد مارجن، ها واخد مارجن فوق يا جماعه نص اي ام، فنص ونص يديني كانه بادنج واحد يعني، فاهمني؟ جميل، وهكذا نفس القصه دهيت يا جماعه واخد مارجن رايت ب 16، انا اروح اديله بادنج رايت بنص اي ام، وادي له مارجن ليفت ب 1 اي ام. ف
فكده تبقى الامور معايا ظبطت تمام. طيب ده السيناريو اللي احنا عايزين نمثله في الكود. طيب خلونا ناكد او نيجي نكتب الكود يا جماعه. هنروح على ندرج بقى جوه الليفت كولوم انت 2 ديفيجن تمام. نبتدي ندرج في ملف ال HTML 2 ديفيجن. ادي ديف اوكي، والديفيجن ديت اول واحد فيهم كلاس داتا هنسميه ال رايت. ده اختصار ال اختصارها للليفت كولوم رايت، يعني انا في الليفت كولوم العمود ده هيتزج على الناحيه اليمين، لكن هو موجود جوه الليفت كولوم. وهروح اعمل ايه؟ هروح على لوريم ابسوم واجيب نص صغير. انا هاخد النص ده يا جماعه تمام. شفت تمام، انا هاخده بكوبي وارجع للكود بتاعي واروح جوه الديفيجن ابتدي ادرج باراجراف، وجوه الباراجراف ابتدي السج الكود تبعي تمام كده. انا ايه خلصت انشاء الديفيجن بتاعي اوكي تمام. هعمل انا ايه؟ هنسخ الديفيجن ده شيفت اند كنترول سي اند انتر كنترول في، هنسخه بمره تاني، وده هيكون الديفيجن العمود اللي جنب منه في ملف اليسر تاني، اول عمود والعمود اللي جنب منه ده ال رايت، يعني العمود اللي على الشمال لكن هو متزح اليمين، وده هيكون ال ليفت يا جماعه. انت ايه استكشفتوا القصه يعني، فده هيكون ها ال ليفت. هبتدي اعمل كنترول اس جيد اوكي. انزل تحت الايكون ايمج ابتدي استايل مين الكلاس اللي اسمه ال رايت تمام، والكلاسات اللي هحطها على ال رايت هي هي هتكون الكلاسات اللي هحطها على ال ليفت يا جماعه، باستثناء بس ايه البادنج والمارجن اللي انا كنت منشاور عليهم. يعني في الاول هدي له ويدث، ويدث كام يا جماعه؟ 144 بكسل في ملف الاليوستريتور اوكي جميل. بعدين ادي له كام مارجن؟ ها مارجن مين؟ مارجن ليفت. مارجن ليفت بكام بالنسبه للكلاس ده؟ يعني ده هياخد مارجن ليفت على الشمال بنص سي ام يا جماعه، ده اللي احنا كنا بنحاول نقوله نص سي ام، يعني 5 من 10 اي ام. بعدين ياخد بادنج رايت، بادنج رايت هياخدها بكام؟ هياخدها ب 1 اي ام يا جماعه تمام. بعدين هياخد بادنج ليفت بكام؟ بادنج ليفت بنص سي ام يا جماعه. طبعا مش هنسى اني اديله شور طبعا فلوت عشان يبان اللي هو مايل على الناحيه اليمين، هديله فلوت على الناحيه اليمين فلوت رايت. ومش هنسى طبعا الكود بتاع اللون بتاع ايه الباك جراوند كلر علشان تكون ايه. انا افتح، انا اخترت الشفره ديت يا جماعه اللون ده، دي اخده كوبي وهاش كنترول في تمام. وادي اعمل كنترول اس نفس الكلام ده كله هنسخه كوبي والسج، طبعا ده هيكون ال ليفت. وهعكس بقى القيم بتاعي الويتس بتاعي زي ما هو، المارجن ده مش هيكون مارجن ليفت، ده هيكون مارجن رايت وهيكون نص سي ام. البادنج رايت هتكون عباره عن نص سي ام، وبالنسبه للبادنج ليفت هي اللي هتكون تمام، هي اللي هتكون 1 اي ام. هو ده طبعا هياخد الفلوت على الناحيه الشمال. واعمل كنترول اس واروح ب على البراوزر بتاعي، انا حفظت ملف ال HTML تمام، حفظت ملف ال HTML وحفظت ملف ال CSS. ابتدي اعمل ريلود. ففي معايا مشكله كده، في مشكلة في الكود. هنحاول نشوف ديت نسيت السيمي كولن تمام. ريفرش، في مشكلة برضو. نراجع الكود مرة تانية. 1 AM ديت برضو نفس السيمي كولن فيها. كنترول اس نرجع بريفرش تمام كده، الامور بتاعتي اتظبطت. فديت يا جماعة ده اللي انا كنت بحاول نقوله من شويه، ده انا زجيته لجوه شويه حركه نص سي ام تمام. ويمكن طيب خلونا نوضحها شويه
عشان توضح اكتر خليني اشيل، وانا هشتغل على الرايت ده هديله اللون الاحمر. تمام، وانا اخده بكت وهرجع له مره تاني بس عشان اوضح الفكره للناس. كنترول اس وريفريش. ديت اللون الاحمر يا جماعه، ديت واخد بادنج كام؟ ده العمود اللي على اليمين. العمود اللي على اليمين يا جماعه اللي هو كان عباره عن الرايت، عرضه 144 بكسل. جميل خالص. ال 144 ديت مش العرض الكلي، لا ده لسه في مارجن وبادنج. طيب انت هتدي له مارجن ليفت بنص سي ام، يعني بره هنا بنص سي ام، عشان هتدي لده مارجن رايت نص سي ام، فكده اعملوا لك مارجن كام؟ 1 اي ام اللي هو كام كده؟ كده عندك 16 بكسل فرق ما بين الاثنين. جميل خالص، ممتاز. رحت اديت لده بادنج رايت 1 اي ام، ليه؟ عشان تدي البادنج ليفت لده 1 اي ام. جميل خالص. رحت اديت لده بادنج ليفت بنص اي ام فرج هنا، عشان هتدي لده بادنج على الناحيه اليمين نص اي ام. بس كده تبقى الامور بتاعتك مظبوطه اللي انا كنت بحاول نوصله للناس. نبتدي نعمل كنترول مع زد عشان نكتب شفره اللون، وكنترول اس و ريفرش. كده انا بالنسبه لي خلصت بنسبه كبيره القصه اللي انا كنت عايز نعملها. طبعا اكشن الناس ممكن تاخد الصوره ديت لو احنا كنا عايزين يعني تاخدها تحطها على كل باراجراف لو الناس كانت عايزه. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.